استاذ ناجي بعد اذنك بدنا نروح لعند صديق اسمه سعد عبد الله بالعظميه. مين سعد عبد الله؟ رجل صديق من اجمل رجال بغداد. هو استاذ تاريخ، رجل محترم، كان عايش عندنا بالشام، تعرفت عليه. هو لحالهم هلا هو ومرته فقط بالبيت. بيته الحمد لله كبير وواسع وعندهم اوض فاضيه. انا حكيت معه، هو ناطرنا، اكيد راح يفرح فينا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بابو القاسم حبيب قلبي. اهلا بيك. شو اخبارك؟ الحمد لله. استاذ ناجي عطا الله. يا اهلا وسهلا. صديق المصري اللي حكيت لك عنه. يا اهلا وسهلا. استاذ سعد. تفضلوا تفضلوا. شرف. تفضلوا اهلا وسهلا. تفضلوا. تفضل يا مدام. اهلا وسهلا. تفضلوا شباب. استاذ ناجي عطا الله رمز من رموز المقاومه ومن اشد المعجبين بفكره القوميه العربيه. الله يخليك ابو الهاسم. حبيبي ست كاميليا زوجته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والشباب دول كلهم اولادكم ان شاء الله؟ اولادنا. اولادنا؟ لا لا جبناهم امتى دول؟ زي اولادنا، دول اصلهم رمز من رموز الانتماء الرمزي حينما يكون الرمز له مصداقيه معينه، وهذا يتبع ما سوف يكون بعد الرمز وما قبل الرمز. ان شاء الله. عمي سعد. نعم. الشباب ضيوفنا وغالين علينا. الله يرضى عليك، ما بدي حدا على الاطلاق يعرف انه في حدا عندك هون بالبيت. ولا توصيني يا ابو القاسم، الله يخليك ولا توصيني. يلا يا شباب، يلا ولدي، يلا توجناتكم قبل على الغرف الفوق، غيروا ملابسكم، انتوا ببيتكم ان شاء الله. وانا اقوم احضر العشاء. طب اجي اساعدك انا كمان. تفضل تعال. وانا جاي. تعال. يلا انا بستاذن لحظه. معلش يا استاذ سعد، عملنا لك دوشه يعني. ولا تقول هذا الكلام استاذ ناجي. انتوا ساعدتونا، انا وزوجتي بهذا البيت الطويل العريض، وحدنا، لا حد يزورنا ولا احنا نزور احد. انتوا راح تملون علينا البيت ان شاء الله. السلام عليكم. ارتاح ارتاح. اهلا عمي سعد. نعم. هلا جارك هذا قليل الاخلاق ستوري بعده ساكن هون ولا راح؟ اخ يا ابو القاسم، ما زال جاري، كوم احجار ولا هجار. مين ستوري ده؟ يا سيدي هذا جاره للاستاذ سعد، واحد قليل ضمير ما بيخاف الله، لا اخلاق لا ضمير لا قيم لا مبادئ. مره مع الامريكان، مره مع القاعده، مرة مع الحكومة، مرة ضد الحكومة، مرة مع جيرانه، مرة ضد جيرانه. يا رجل عنده استعداد يبيع أمه وأبوه كرمال دينار، دينار. اسمه ستوري؟ أنا افتكرته أمريكاني. لا هو اسمه عبد الستار، بس من كان صغير أمه وأبوه دلعوه سموه ستوري. ستوري ستوري لما كبر وصار ستوري. وبيشتغل إيه ستوري ده؟ عنده سيارة شحن كبيرة، شو يصدر بيها ما نعرف، شي استورد بيها ما نعرف. على فكرة أستاذ ناجي، كل سيارات الشحن بالمنطقة تفجرت إلا سيارة ستوه. احنا عدنا القنابل ما شاء الله تندى الطريق هزياً، عدنا حتى القنابل تترشي. مكتبتك حلوة أوي يا أستاذ سعد، دي كلها تاريخ. لما يكون الحاضر سيء والمستقبل مجهول،
تضطر تهرب للماضي يمكن تلقي شيء تكمل حياتك فيه. الله عليك، الله عليك يا استاذ. استاذ ناجي انا مضطر امشي، انت هلا بيدين امينه، بين يدينها النشمه، بس بودك انه انا ما راح اترك بغداد لحتى اطمن عليك بانك صرت بنص القاهره، اتفقنا؟ يلا السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا. والله مش عارفه اقول لك ايه يا حاجه فوزيه، طبينا عليكم كده مره واحده وقلبنا لكم البيت. لا تقولي نيتش حبيبتي عيني، مدام كميله انت اختي، وحتى نضال لما دخلت علي حسيت انها بنتي. حبيبتي انتوا اسعدتونا بوجودكم. حبيبتي احنا نقعد بالشهور وانا وسعد وما حد يدق الباب علينا، تقولين قاعدين بمعتقل. بالعكس حبيبتي انتوا نورتونا ومليتوا علينا البيت. ربنا يخليك يا رب. هي مدرسه الاستاذ سعد قريبه من هنا ولا بعيده؟ هنا بنهايه الشارع، قريبه جدا. طب كويس، يعني المدرسه جنب البيت. نعم. يا ترى بقى بتشتغل طول ايام الاسبوع ولا ايام معينه في الاسبوع بس؟ لا لا بنشتغل ولا يوم واحد بالاسبوع. ازاي؟ هو هذا الحال ما بعد الاحتلال بالعراق. اكو مدارس واكو مدرسين ويقبضون رواتب ما كانوا يحلمون بها قبل الاحتلال، لكن لا تعليم ولا تدريس. امال الرواتب بتاعتكم بتقبضوها على ايه؟ حتى نسكت، حتى ما نتكلم. وكثير من المدرسين مرتاحين على هاي الشغله، متونسين، يقضي ايام الشهر كلها بالبيت واخر الشهر يروح يستلم راتبه، انا من الناس استلم 500 دولار شهريا. ومين اللي بيدفع المرتبات دي؟ اللي يجي من النفط يتوزع من عنده قسم قليل رواتب، والباقي على اساس خدمات، وتماما ماكو خدمات حقيقيه. 70 مليار دولار تنصرف بدون ناتج، والمواطن بعيد عن مؤسسه الدوله. ماكو اقتصاد منتج، اكو اقتصاد مستهلك يا استاذ ناجي، اقتصاد يتيم. ويتيم ليه؟ احنا الشعب العراقي على اساس يتيم، فالحكومه والامريكان يوزعون لنا كل شهر صدقه حسنه حتى نعيش. والفلوس دي كلها بتترمي كده من غير فايده يا استاذ سعد؟ استاذ ناجي هاي الدولارات، الالاف الدولارات، المليارات الدولارات لما تنصرف بدون نتيجه معناها ما لها قيمه، والمواطن ما له قيمه. اكو بالمنطقه العربيه مشاكل لا تعد ولا تحصى، ما لها مثيل في كل العالم. انت شايف في حياتك مدرس استاذ ياخذ راتب شهري وماكو لا طلبه ولا مناهج؟ طب والاهالي هنا مش عايزين يعلموا اولادهم؟ بدل في مدارس وفي مدرسين، الاولاد ما بيجوش ليه؟ الناس خايفين استاذ ناجي، خايفين. العراق ما بيه امان تماما، اكو عصابات واكو قتل واكو تفجيرات واكو خطف. الناس تخاف تبعث اولادها للمدارس لانه ما ضامنين عودتهم للبيت. انتوا كده بترجعوا العراق 1000 سنة لورا. ايه قيمة أي بلد من غير تعليم ومن غير علم؟ والأجيال اللي جاية هتعمل ايه؟ أستاذ ناجي صفوا كل العلماء، كل أساتذة الجامعة، كل المتميزين بالعراق صفوهم، ليش نبعث أولادنا للمدارس إذا كانت هي نتيجة المتعلمين هاي؟ يلا عيني سعد الأكل جاهز، نادي على الجماعة. الأكل طعمه حلو قوي قوي. بالعافية، هذا تشريب، أنتوا تسموه فتة بس بلا رز، وهذا كباب. كباب إيه؟ دي كفتة. هما هنا بيسموا كفتة كباب، أنت هتتشرط بتدفع وأنت ساكت. ماشي يا كبير. أستاذ سعد، أنت شايف إيه المشكلة دلوقتي في العراق؟ المشكلة بالعراق هي موجودة بكل المنطقة العربية، مع الأسف. طائفة صارت بديلة للوطن. ماكو وطن، ماكو مبادئ، ماكو قيم، ماكو أخلاق. خذوني لي مثلاً، أنا رجل عراقي إجبوري سني، زوجتي من عشيرة شيعية، المفروض
بالأول عراقي بعدين تجي الديانة. الكل عراقيين. الله ينور عليك يا أستاذ سعد، الله ينور عليك. ما هو أصل الحكاية إيه؟ ما أصلي دول واعين مع دول وعمالين يضربوا في دول وبعدين يتحالفوا مع دول عشان يخلصوا على دول، وفي الآخر إيه؟ لا حنلاقي دول ولا حنلاقي دول، ولا أنا بتكلم غلط؟ لا أستاذ ناجي لا تزعل علي، أنا أشوفك من حاز الدول أكثر من دول. يا راجل دول حبايبي، أنا بس بقول يعني إن دول يخفوا شوية على دول، مش عشان يستقوا بدول يقوموا يخلصوا على دول يعني. ولا أنت إيه رأيك؟ ربنا يتمم بخير إن شاء الله. لازم أبو القاسم، حماته تحبه. خليك أنت عم سعد، كمل طاقتك، أنا هروح أفتح لك. السلام عليكم.